بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير، جمهور النادي الأهلي العظيم، أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من برنامج الترند. الفترة الحالية بالتأكيد فترة توقف دولي للمنتخب الوطني المستعد أو بيستعد للتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم، مباراتين هامتين، مباراة بوركينا فاسو يوم الخميس المقبل على استاد القاهرة الدولي، ثم إلى السفر إلى غينيا بيساو لمواجهة منتخب بلدها يوم الاثنين المقبل في الجولة الرابعة. منتخب مصر في الصدارة بست نقاط، عنده مباراتين لا بديل عن إحراز الست نقاط في اللقاءين القادمين من أجل يعني حسم الصدارة مبكرا والابتعاد عن لغة اللوغاريتمات والحسابات المعقدة في مسألة التأهل إلى مرحلة النهائيات في كأس العالم في الولايات المتحدة الأمريكية. فترة التوقف الحالي فترة أجندة دولية، الكلام هيكون على منتخبنا الوطني. كمان النهاردة النادي الأهلي يستأنف تدريباته، أول تدريب للنادي الأهلي مساء اليوم في حوالي الساعة 8 من مساء اليوم بعد فترة أجازة استمرت حوالي 7 أيام بعد ختام المشوار الإفريقي والفوز بالأميرة السمراء دوري أبطال إفريقيا على حساب الترجي التونسي. هنتكلم على استعدادات الأهلي للمرحلة الجاية، كيف يستعد كولر لاستئناف الدوري وانطلاقة الدوري في منتصف هذا الشهر بعد نهاية الأجندة الدولية، وكمان هنعمل إطلالة مهمة جدا على منتخبنا الوطني والتشكيلة الأقرب اللي ممكن يلعب بها حسام حسن في مباراة بوركينا فاسو بعد اكتمال صفوف المنتخب بانضمام كل المحترفين وآخرهم كان محمد صلاح بتواجده في المعسكر أول أمس قبل ميعاد الأجندة الدولية ب 48 ساعة. كمان النهاردة عندنا تكريم مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب لفريق الكرة الطائرة سيدات وأيضا كمان فريق سيدات السلة في النادي الأهلي. بالأمس كان تكريم فريق كرة اليد رجال وسيدات، النهاردة فريق الطائرة وفريق السلة سيدات، أي فيه تكريم ليهم، وهنشوف بعض اللقطات الحية اللي جت من مقر النادي الأهلي بالجزيرة. وعلى مدار الأيام الأخيرة هنتابع بالتأكيد عدة لقاءات وتكريم مهم جدا لأبطالنا اللي قدروا يحققوا إنجازات جيدة خلال الفترة الأخيرة سواء في الألعاب الجماعية أو حتى مستقبلا إن شاء الله هنشوف كمان تكريم لفريق الكورة، بس لما الوقت يسمح والظروف تسمح نتيجة انشغال الفريق الفترة الجاية أكيد يعني بمباريات رسمية. عموما هنبدأ حلقتنا النهاردة بسؤال حلقة النهاردة، وسؤال النهاردة هيكون متعلق بمباراة منتخبنا الوطني أمام بوركينا فاسو وأمام غينيا بيساو. عايز أعرف من وجهة نظركم كيف ترى شكل المنافسة في مجموعة مصر بتصفيات كأس العالم 2026. صحيح المنافسة مش بنفس قوة المسابقات الماضية، ولكن مهم جدا نسمع وجهة نظركم، نسمع ونشوف حظوظ منتخب مصر من خلال تعليقاتكم. هل الحظوظ كبيرة؟ هل الحظوظ صعبة؟ يعني وجهة نظركم في ظل كمان زيادة عدد المنتخبات المشاركة في كأس العالم القادمة في الولايات المتحدة الأمريكية إلى 48 منتخب، ومن ثم القارة الإفريقية بعد ما كانت ممثلة بخمس منتخبات أصبح هناك فرصة لتواجد على الأقل 9 منتخبات في المونديال القادم. شاركوا في الإجابة على السؤال وأستعرض إجاباتكم بالتأكيد في الجزء الأخير من برنامج الترند، لكن نروح دلوقتي لأهم العناوين. البداية في ترند الأهلي، الأهلي يستأنف تدريباته استعدادا لمواجهة فاركو، وكمان الخطيب يكرم فريقي السلة والطايرة سيدات. وفي الترند المحلي، مصر تطلب استضافة السوبر الإفريقي. يبدو أن ملف السوبر الفترة الجاية هيكون فيه كلام كتير وأخبار متناثرة وأخبار عديدة، ولكن هذا الملف مغلق الآن لحين عودة المسؤولين في الاتحاد الإفريقي لتحديد خريطة الموسم المقبل. ما زال هناك متسع من الوقت للحديث عن هذا الملف، لقاء السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك. نخرج إلى فاصل ثم نواصل. بالأمس يمكن استعرضنا تكريم مهم جدا من مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب لقطاع كرة اليد سواء فريق الرجال أو فريق السيدات. الإنجازات اللي اتحققت في قطاع كرة اليد وفي النشاط الرياضي بشكل عام أكيد يعني كان لازم يكون في تكريم ويكون في حضور مهم وكلمة مهمة من الكابتن محمود الخطيب لرجال وسيدات النادي الأهلي في كافة الأصعدة وكافة الألعاب اللي حققوا إنجازات تاريخية خلال هذا الموسم. وزي ما قلت لحضراتكم هذا الموسم مش هقول موسم استثنائي لان الموسم الماضي كان موسم استثنائي، لكن احنا بنعيش ايام استثنائيه بصراحه في الفتره الاخيره مع انجازات النادي الاهلي في الالعاب الجماعيه او حتى في لعبه كره القدم. لكن عايز اتكلم كمان النهارده على سيدات السله،
وسيدات السلة يمكن حققوا إنجاز كبير جدا في الفترة الأخيرة. يمكن أنا تابعت عدد من المباريات والإنجازات اللي اتحققت في الفترة الأخيرة لما كانوا بيلعبوا سبورتينج أو حتى بيلعبوا سموحة وفي مباريات أخرى على حساب الزمالك. ويمكن شايفين أهو الكابتن طارق خيري المدير الفني لفريق سيدات السلة في النادي الأهلي والتكريم وباقي أفراد الجهاز الفني والمعاون وتكريم الكابتن محمود الخطيب، وشايفين بقى الدروع والكأس والإنجازات اللي اتحققت خلال هذا الموسم. وشيء طيب جدا على مدار موسم 2023-2024 والصور اللي احنا شايفينها بالإنجازات اللي اتحققت لكل بطولة، درع الدوري، بطولة الكأس، تتكلم كمان على بطولة المنطقة، يعني إنجازات بصراحة رائعة جدا وجهد مبذول من كافة المسؤولين، بداية من رأس الهرم مجلس إدارة النادي الأهلي، مرورا بقطاع النشاط الرياضي والكابتن خالد العوضي، مرورا كمان بأفراد الأجهزة الفنية والإدارية واللاعبين واللاعبات في كافة الألعاب الجماعية سواء الطايرة، السلة، اليد، يعني إنجازات رائعة جدا. وتحديدا كمان سيدات السلة النهاردة احنا بنشوف اهو تكريم لكل أفراد الجهاز الفني وكل اللاعبات اللي موجودين زي ما انتم شايفينهم طبعا على الشاشة، وصورة تذكارية مع الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي. طيب في كلمة مهمة جدا من الكابتن محمود الخطيب، تعالوا نسمع ونشوف الكابتن قال ايه للجهاز الفني ولاعبات النادي الأهلي لكرة السلة، لان كمان لسه عندنا تكريم اخر وانجاز اخر هنتكلم عليه، ولكن بعد كلمة الكابتن محمود الخطيب. الحقيقة احنا سعداء بيكم النهارده، احنا بنتشرف بيكم ان احنا نقعد معاكم. عندنا مجموعة ما شاء الله من اللاعبات على مستوى عالي جدا، وشخصيات كلهم شخصيات حقيقة تنم عن النادي الأهلي وعن شخصية النادي الأهلي. معاكم جهاز ما شاء الله كفاءة عالية جدا، ويمكن ملاحظتنا احنا او انا ان انا قعدت بتفرج يعني عليكم، حاسس ان في زي هارموني كده بين الجهاز وبين الحمد لله لعبتنا يعني. كابتن طارق كمان هو الحقيقه يمكن مش عايز اكبره، مش عايز اقول والدكم، بس اخوكم الكبير يعني ليكم وللجهاز. ابن من اولاد النادي اللي الحقيقه اتربى في النادي، فعارف كل لحظة ممكن يقضيها في النادي يقضيها ازاي، ويقضيها لإضافة تاريخ ومجد طالما نقدر نعمل كده. انتوا مجموعة من اللاعبات الحمد لله على مستوى عالي جدا، وتملكوا إمكانيات كبيرة جدا، والنادي بتاعكم بيملك إمكانيات كبيرة، جهازكم مستوى يعني مستوى الأول الموجود في مصر، وكمان برضو بيملك إمكانيات بشرية وإمكانيات فكرية غير الأمور الفنية كمان يعني. فإحنا كمنظومة أعتقد إن هي منظومة مؤهلة للنجاح، ومؤهلة للنجاح الكامل مش مؤهلة للنجاح. الحمد لله أنا خدت كده من الكابتن خالد العوضي، قلت له الدنيا بس السنة دي عملنا إيه كويس، فلقيت ان احنا الحمد لله كاس مصر، بطوله منطقه القاهره، اعتقد ان دي تبقى فرقه القاهره بس، كاس السوبر المصري، دوري السوبر، وخسرنا الدوري المرتبط طلعنا المركز الثاني. اوكي سنه كويسه الحمد لله، لكن مش كامله، وانتوا تقدروا تبقى السنه بالنسبه لكم كامله، تركيزكم، إصراركم، التزامكم بالأمور الفنية، علاقتكم أنتوا ببعض كمجموعة، دي عناصر نجاح تقدروا تعملوا ده. إذا كان راح في النهاية بطولة أنا زعلان عشانكم، لأن البطولة دي كانت ممكن تكتب في التاريخ كل واحدة فيكم. الحمد لله سنة طيبة زي ما قلتوا جيدة، بس إحنا كنا ممكن تبقى جيدة تبقى ممتازة يعني. الحمد لله على كل شيء. طب احنا بقى هنعيش على المكسب اللي فات والسنه اللي فاتت، ولا هننسى ده وهنفكر في السنه الجديده؟ لو انتوا عشتوا على المكسب الحالي هتخسروا، لازم تفهموا الكلام ده كويس. ولا انتوا تستحقوا ده، ولا جمهوركم يستحق ده، ولا ناديكم يستحق ده.
فلازم ننسى اللي فات ده، ما سبق ده خلاص انتهينا منه، واحنا قاعدين عشان نشكركم ونقول لكم مبروك، وكمان او نوصي او كمان بس نلمس كده، السنه الجايه سنه صعبه، صعبه لان انتوا ابطال، صعب مش صعب على الغير، مش صعب على اللي مش بطل، مش صعب عليه انه عادي، لكن البطل دايما هو ده الاستمرار كبطل، هو ده الصعوبة. تاني بشكركم جدا لأدائكم، بشكركم جدا لالتزامكم، لإصراركم، لروحكم، لعلاقتكم ببعض، لأن أنا شايف الأولاد حتى اللي ما لعبوش، ودي يمكن حاجة فنية، فرحتهم أكتر من اللعب. هو ده المكسب يا شباب، هو ده المكسب بتاعنا. زي ما انتم شايفين يمكن صور مبهجه كده من مقر النادي بالجزيره، وفي تكريم لفريق الانسات لكره السله على الانجاز اللي اتحقق، والكابتن محمود الخطيب بيتكلم على صعوبه الانجازات دي ازاي بتتحقق، وعشان تحافظ على الانجاز ده اكيد بيتطلب منك مجهود شاق ومجهود اكبر للحفاظ على الانجاز اللي انت حققته. فالحفاظ على الانجازات دي اكيد بيتطلب مجهود كبير جدا وشغل شاق جدا، ولكن هي دي دايما مدرسه النادي الاهلي، ودي دايما يعني الاجواء داخل النادي الاهلي، وجماهير النادي الاهلي دايما بتبقى حريصه ان دايما الاهلي يكون رقم واحد، وفي متابعه لكل مباراه ولكل بطوله النادي الاهلي بيشارك فيها. كمان عايز اتكلم على تكريم فريق الكره الطايره سيدات اللي كان النهارده على هامش هذا التكريم، كمان كان في تكريم ليهم وتكريم جهازنا الفني والاداري والطبي تقديرا لما حققه الفريق خلال الموسم المنقضي والفوز ببطولات الدوري والسوبر المصري وكاس مصر. ثلاث بطولات مهمة جدا. كابتن محمود الخطيب أكيد أشاد بهذه الإنجازات وقال إن الفريق بيضم عناصر هي الأفضل في مصر بشكل عام. وطبعا شايفين كمان كابتن فريق الكرة الطايرة سيدات شروق فؤاد مع الكابتن محمود الخطيب. كابتن محمود الخطيب كمان قال نقطة مهمة جدا، قال الأسماء بتتغير ولكن تظل شخصية وثوابت الأهلي باقية وتتوارثها الأجيال، وإن كل عناصر الفريق تملك فرصة لا تعوض لتحقيق إنجازات عديدة داخل النادي الأهلي. تعالوا نشوف كلمة الكابتن محمود الخطيب ولقطات من هذا التكريم، لأن فريق الطايرة سيدات بصراحة عمل ثلاثية مهمة جدا خلال هذا الموسم. بسم الله الرحمن الرحيم يا شباب. في البداية بس احنا طبعا سعداء جدا بيكم وفخورين بيكم كمان. انتم والجهاز بتاعكم كله. عندنا مجموعة من اللاعبين واللاعبات، وعندنا أفراد من الجهاز، كل الجهاز كلهم كفاءات كبيرة. موسم كويس الحمد لله، ولكن الموسم في حاجة ناقصة، وعايز أذكر في الموسم ده حاجتين. المباراة المجمعة كابتن إبراهيم اللي هي كانت كسبنا احنا أول مباراة وخسرنا تاني مباراة، ومية الحقيقة أنا طلبت كابتن إبراهيم وكنت حابب جدا أن أنا أجي أشوفكم، لان اللي شفته اول مباراه كان موضوع يعني النادي الاهلي، شخصيه النادي الاهلي، الروح اللي بيلعب بيها النادي الاهلي، ده اللي انا شفته في المباراه الاولى. المباراه الثانيه حاجه مغايره تماما بقى، ناس مش مركزه، ناس عندها ثقه زياده، وعشان كده راحت مننا المباراه. بجيم امور فنيه اخرى كانت بريك كان حكاها لي. يعني المباراه الثالثه رجعنا لشخصية النادي الأهلي الحمد لله رب العالمين، وربنا كرمكم بالبطولة الحمد لله. كاس مصر طبعا الحمد لله، الدوري العام الحمد لله، كاس السوبر بطولة كبيرة تانية، بطولة أفريقية في ملعبنا. أنا ما حضرتش الماتش، ولكن برضو اتفرجت على المباراة. بس ليه إحنا في لحظات معينة بيغيب عننا التركيز وبيغيب عننا الجدية في الأداء، وفي النتيجة النهائية ما كانتش صحيحة. فهنا ده يجب ان انتوا ناس افضل مجموعة موجودة في الكرة الطائرة في مصر مع افضل جهاز موجود. ليه ما ناخدش كل حاجة؟ ما ناخدش كل حاجة، لازم احنا نراجع نفسنا على اساس دايما عاوزين تعملوا تاريخ ليكم وتاريخ لناديكم. خلي الامور كلها في منتهى الجدية، طالما نزلت ارض الملعب لازم تبقى جد جدا ومركز جدا وعندك اصرار جدا. لازم هو ده عناصر الروح العاليه وعناصر الفريق البطل. فريق البطل ليه عناصر، عناصر شخصياتكم،
لكن خلاص الحمد لله قدر الله ما شاء فعل، ولكن مش ما يتكررش بنفس الاسلوب. الرياضه فيها مكسب وخساره، ممكن نكسب ممكن نخسر، بس على الاقل الواحد لما كنت طالع من الملعب انا راضي عن ادائي وحاسس ان عملت كل حاجه وكنت مركز جدا، كنت عايش المباراه جدا، عدم التوفيق ده موجود. لكن دايما ربنا سبحانه وتعالى بيوفق المخلص وبيوفق الانسان، او في اي عمل بيوفق الانسان اللي هو يعني شايف شغله كويس، عايشه كل حياته بتدور حوالين الشغلانه دي. انتوا لاعبين دلوقتي، دي احسن مرحله في حياتكم. احنا كنا لعيبه زيكم. احسن حاجه في الرياضه انك تلعبها، احسن حاجه في الرياضه دي انك تلعبها في كل الالعاب، انك تشتغلها بقى مدرب اداري رئيس نادي عضو مجلس اداره بمنتهى الصعوبه. موضوع وما فيهاش متعه. المتعه وانت دلوقتي تملك ده، تملك الوقت وتملك السن اللي تخليك وتتمتع بحياتك بموهبه ربنا ادها لك. فما تضيعوش الوقت ده يا شباب، ما تضيعهاش، عشان ده بقول لكم هتفتكروه. انتوا كل بطوله بتضاف ليكم هنا، بتضاف للنادي، بتضاف لتاريخكم. ده مهم جدا يا شباب. بشكركم جدا، معلش عطلناكم النهارده شويه، بس كنا حابين نشوفكم يعني. شكرا يا شباب. رغم انه تكريم يعني من شخص ليه تاريخ كبير جدا في الرياضه المصريه وفي الكره المصريه الا وهو الكابتن محمود الخطيب، ولكن التكريم في بعض النصائح المهمه جدا للبطلات ونجمات النادي الاهلي سواء لفريق الطايره او فريق السله. يمكن انا قاعد كده بسمع وبركز في كل كلمه قالها الكابتن محمود الخطيب، والله العظيم الكلام ما بين السطور فيه نصائح مهمه جدا ليك انت حتى على المستوى الشخصي وانت بتمارس رياضه او حتى في حياتك العامه بشكل عام. اعتقد يمكن المكسب اللي بيحققه النادي الاهلي مش فكره مكسب وشغل جوه الملعب بس، لا ده في تفاصيل وكواليس كتيره جدا بره الملعب هي اللي مخليه النادي الاهلي في حته تانيه مختلفه عن كل اللي احنا بنشوفه في الوسط الرياضي المصري. نخرج الى فاصل ثم نواصل. بعد اجازه استمرت حوالي اسبوع كامل بعد ختام المشوار الافريقي بالفوز على الترجي التونسي والفوز بدوري ابطال افريقيا للمره الـ12، انتهت الاجازه ومرت الايام سريعا، والنهارده النادي الاهلي هيستأنف تدريباته استعدادا لما هو متبقي من الموسم الحالي. قبل كده كنت استعرضت مع حضراتكم عدد مباريات الاهلي اللي اتلعبت من شهر 9 لغايه نهايه شهر 5، كان حوالي 41 مباراه ما بين مباريات محليه وقاريه ودوليه، ويمكن عدد مباريات كتير جدا اتلعب في الفترات الاخيره، بس كمان لسه للنادي الاهلي متبقي له 19 مباراه في الدوري العام، منهم 9 هيتلعبوا في الفتره من 12/6 ل12/7. على مدار شهر الاهلي هيلعب 9 مباريات متتاليه في الدوري العام، ولسه هيكون طبعا متبقي للاهلي 10 مباريات في الدوري العام. دوري 34 اسبوع، دوري طويل جدا ومش عارفين هيخلص في نص 8 اخر 8، ولكن انا بقول لكم خلال الساعات اللي جايه انتظروا مفاجآت مدويه هتربك حسابات الكره المصريه كلها لما يتم الاستقرار والاعلان بشكل رسمي عن مواعيد القيد في افريقيا ومواعيد انطلاق المسابقات الافريقيه، لان الناس ابتدت خلاص هنبدا نحضر بقى ونشوف اللي هيحصل في الشهر اللي جاي اللي هيبدا يحصل، والدوري بتاعنا لسه شغال والموسم الافريقي المفروض هيبدا والناس بتحضر للموسم الجديد، فالدنيا الفتره الجايه يبقى فيها لعبكه يعني ايه غير طبيعيه. عموما الاهلي النهارده هيستأنف تدريباته والتمرين هيكون الساعه 8 بالليل طبعا نتيجه درجه الحراره العاليه، فمارسيل كولر فضل ان يكون اول مران النهارده هيكون الساعه 8 بالليل وخلاص. هو طبعا الفتره الحاليه ما فيش مباريات رسميه، والنهارده 3/6 اول مباراه يوم 12/6، فقدامنا يعني حوالي اسبوع او 9 ايام، فالتدريبات هتبقى عندك متاحه انك تتمرن في التوقيتات المناسبه ليك نتيجه الاجواء والحراره اللي موجوده في النهار. فطبعا النهارده التدريب هيكون فيه غيابات كبيره وعديده ما لا يقل عن 13-14 لاعب، في 13-14 لاعب دولي ما بين المنتخب الوطني منتخب مصر وتصفيات كاس العالم، ما بين منتخب مالي، منتخب جنوب افريقيا، وسام ابو علي انضم لمنتخب فلسطين، ففتره كبيره جدا. النهارده 3/6 اول ماتش مع فاركو يوم 14/6، يعني بنتكلم حوالي 10 ايام على اول مباراه لينا في الدوري بعد استئناف المسابقه في الفتره اللي جايه.
عموما هننتظر ونشوف اول مران النهارده، ومن بكره نبدا نعمل فلاش باك كده على شكل التدريب والعناصر اللي ممكن يستعان بيها مارسيل كولر من قطاع الناشئين، لانه اكيد هيستعين بعناصر يدعم بيها التدريبات بوجود عناصر من القطاع نتيجه غياب عدد كبير جدا، يعني على الاقل في مستوى حراسه المرمى او في مركز حراسه المرمى الشناوي ومصطفى شوبير مش معاك، وحمزه علاء مع المنتخب الاولمبي، فما عندكش غير مصطفى مخلوف، هتعمل تدريبات بحارس واحد، اكيد هتصعد اثنين حراس من قطاع الناشئين على الاقل يعني، فده هيحصل ابتداء من النهارده وعلى مدار الايام القادمه لغايه نهايه الاجنده يوم 10/6، الاجنده تخلص 10/6، اول مباراه للاهلي يوم 14/6 مع فاركو في الدوري العام. طيب منتخبنا الوطني. ماتش بوركينا فاسو يوم الخميس اللي جاي ماتش صعب جدا. والناس اللي بتتخيل ان ماتشات التصفيات سهله نتيجه ان الفرق اللي معانا اسماء مش كبيره، لا، ماتشات صعبه عايزه تحضير جيد. الاهلي بطل دوري ابطال، الزمالك بطل كونفدراليه، فاعتقد جهاز المنتخب ما عندوش اي حجه ممكن يبني عليها ان الامور بالنسبه له صعبه. انت عندك دلوقتي ناديين هم الافضل او هما الافضل في المسابقات الافريقيه على مستوى الانديه، وعندك محترفين هما الافضل على المستوى العالمي في الفتره الاخيره، مصطفى محمد في الدوري الفرنسي، محمد صلاح في الدوري الانجليزي في البريمير ليج، عندك محمود حسن تريزيجيه حدث ولا حرج احد العناصر المهمه، للاسف عمر مرموش مش موجود بسبب الاصابه والعمليه اللي اجراها في ايده في الايام الاخيره، ولكن انا شايف ان جهاز المنتخب عنده مجموعه عناصر جيده يقدر يبني عليها شكل جيد في التصفيات. الفتره الاخيره كان في حضور مهم جدا لاعضاء اتحاد الكره، يمكن شايفين في الصوره طبعا مجلس اداره الاتحاد برئاسه الاستاذ جمال علام، وكان حتى وزير الشباب والرياضه دكتور اشرف صبحي كان زار تدريب المنتخب، وشايفين طبعا اللعيبه بتتمرن في استاد القاهره على مدار الايام الماضيه. فكره بقى يبدا بمين؟ منعم وربيعه يبداوا، الشناوي هو اللي هيكون اقرب لحراسه المرمى، هل ممكن يكون في دافع باحمد فتوح بعد شفائه من الاصابه؟ كل التفاصيل دي اكيد هنعرفها من خلال زميلنا الناقد الرياضي والكاتب الصحفي الاستاذ محمد زاهر، الكاتب الصحفي بالشروق. استاذ محمد مساء الخير. مساء النور يا محمد، برحب بيك وبكل مشاهدي قناه النادي الاهلي. عايز اطمن منك بما انك قريب الصله من معسكر المنتخب ومتابع جيد لتدريبات المنتخب وجهاز المنتخب، اخر الاخبار اخر التفاصيل، كيف يستعد حسام حسن لمواجهه بوركينا فاسو؟ التشكيله الاساسيه هل في استقرار عليها في ظل ان خلاص بقي يعني 48 ساعه على خوض المواجهه يوم الخميس؟ تمام. طبعا عايز اقول لك ان يعني منذ انضمام محمد صلاح لمعسكر المنتخب وفي حاله من التفاؤل والامل غير طبيعيه بين اللعيبه ومن الجهاز الفني، وحاله من السعاده حتى بين على وشوش الوجوه ووجوه اللاعبين في الصور اللي احنا شفناها كلنا على السوشيال ميديا، ومحمد صلاح وكابتن حسام وكابتن ابراهيم حسن في استعدادات بتجرى على قدم وساق. خلاص المنتخب يعني امبارح كان خاض المران قوي جدا امبارح، النهارده في تراي ماتش هيستقر بنسبه كبيره كابتن حسام على بعض قوام التشكيل الاساسي، وان كان حسن بعض منه ويتبقى البعض الاخر. بكره ان شاء الله التمرين الرئيسي للمنتخب اللي هيحسم فيه بنسبه 2% كابتن حسام التشكيل اللي هيخوض بيه مباراه بوركينا فاسو يوم الخميس ان شاء الله. عايز اقول لك بالنسبه لمركز حراسه المرمى طبعا مفيش خلاف على ان الاربع حراس كبار في الدوري ومفيش خلاف عليهم، ولكن بنسبه 2% الاعتماد هيبقى على محمد الشناوي طبعا علشان خبراته الافريقيه الكثير مع المنتخب الفترات اللي فاتت، وخاصه ان هو بقى جاهز بنسبه 100% بعد العوده من الاصابه. ده لا يقلل ابدا على الاطلاق من جاهزيه بقيه الحراس او استعدادهم لخوض المباراه، وممكن نشوف فيما بعد حراس اخرين يخوضوا مباريات اخرى. بخصوص مركز الجناح الايسر اللي عليه مشاكل بقاله فتره، انا عايز اقول لك ان احمد فتوح جاهز بنسبه 100% او 200% ان شاء الله للماتش. خاض امبارح مران قوي جدا عادي خالص، مفيش اي مشاكل بدون اي تحسبات لاي حاجه، كان مران طبيعي جدا بالنسبه له. وان كان للجهاز الفني حسابات اخرى او وجهه نظر اخرى ده هيتحدد يوم تشكيل المباراه، ولكن احمد فتوح جاهز بنسبه 100% ان شاء الله ان هو يخوض المباراه، ومعاه الثلاثي طبعا ربيع وعبد المنعم ومحمد هاني، ده بالنسبه لخط الدفاع. طيب قبل ما نكمل باقي المراكز او باقي التشكيله المتوقعه من خلال متابعتك الدقيقه للتدريبات، كان في ريسك ممكن ياخده جهاز المنتخب لو لا قدر الله فتوح ما كانش جاهز، لان محمد حمدي موقوف اول مباراه قادمه في تصفيات كاس العالم لانه اضطرد في اخر مباراه امام الكونغو
في كأس الأمم، فهل جهاز المنتخب كان عنده ريسك في هذه الجزئية لو فتوح مش جاهز وحمدي موقوف؟ كان مين ممكن يشغل المركز ده؟ طبعا خليني اقول لك ان يعني منذ اعلان او اعلام الجهاز الفني باصابه فتوح طبعا كان في حاله من الزعل الشديد جدا والارتباك داخل صفوف الجهاز الفني، وطبعا على الفور بداوا يفكروا في البدائل. البدائل اللي كانت متاحه من داخل الفرقه نفسها او القائمه المختاره كان هيبقى في اثنين وكان اوريدي بدا الشغل عليهم، اللي هو احمد رمضان بيكهام وكوكا لاعب النادي الاهلي، ان هو يشغل هذا المنصب. وان كان هناك كان تفكير اخر من كابتن حسام باستدعاء محمد حمدي لاعب اندي، ولكن بعد جاهزيه احمد فتوح اعتقد خلاص تم الاستقرار على المركز ومش هيتم استدعاء اي حد اخر من خارج القائمه. موقف محمد حمدي طبعا هو اللاعب موقوف طبعا، ده اللي الناس تعرفه، ولكن هو في غموض حول ايقاف محمد حمدي ودي اشكاليه اخرى يعني ممكن نبقى نتكلم عليها في وقت تاني. ليه غموض ليه يا ساهر؟ لان يعني عايز اقول لك ان الجهاز الفني للمنتخب الوطني طلب من اتحاد الكوره في اكثر من موقف من فترات سابقه الاستعلام عن موقف النهائي لمحمد حمدي، هل هو ينفع يشارك في المباراه او ما يشاركش، خاصه ان هو تم طرده في اخر مباراه للمنتخب في كاس الامم الافريقيه امام الكونغو زي ما انت قلت. وعدم علم، مش عايز اقول عدم علم الجهاز الفني، وارد جدا ان اي اجهزه فنيه يكون ما عندهاش بعض العلم بتركات في اللوائح، يعني هل هو لائحه التصفيات المؤهله لكاس العالم منفصله عن اللائحه بتاعه كاس الامم الافريقيه، خاصه ان دي تحت مظله الفيفا ودي تحت مظله الكاس. هو ده كان الاشكاليه او الخلاف اللي كان الاتحاد الجهاز الفني عايز بس يتاكد من الموقف النهائي. ولكن الجهاز الفني عايز اقول لك هو مش هياخد الريسك خالص ولا هيلاعب محمد حمدي بدون خطاب او جواب رسمي بيؤكد ان اذا كان اللاعب ده هيلعب او مش هيلعب، هو مش هيجازف بحاجه زي كده على لا. بس انا باكد لك يا زاهر، محمد حمدي موقوف مباراه وفي خطاب رسمي وصل لاتحاد الكوره من الاتحاد الدولي، وقائمه الايقافات الخاصه باللاعبين اللي بعد كاس الامم الاتحاد الافريقي بعتها كمان لاتحاد الكره، فانا باكد لك لا هو موقوف بنسبه 100%، يعني جهاز المنتخب ما يكونش عنده قلق. انا متفق معاك، وانا كان عندي معلومه زي اللي انت قلتها بالظبط، ولكن الغريب ان هو اتحاد الكره لم يرد على الجهاز الفني خالص اطلاقا ان بتحديد الموقف النهائي للاعب، بس مش اكتر. لكن القصه كلها ان كابتن حسام حسن خلاص هو مسلم بالامر الواقع، مش هياخد ريسك، وجاهزيه فتوح يعني اعطت بعض التفاؤل والامل تاني للجهاز الفني ان شاء الله، ومحمد حمدي هيبقى جاهز لماتش غينيا بيساو باذن الله. طيب نكمل بقى المراكز، نص الملعب والهجوم سريعا. نص الملعب بنسبه كبيره هيبقى امام عاشور ومروان عطيه، على الجناح الشمال تريزيجيه، وفي راس الحربه طبعا مصطفى محمد. الحيره دلوقتي اللي بيفكر فيها الجهاز الفني هو مركز محمد صلاح، هل يبدا بمحمد صلاح جناح يمين في مركزه الطبيعي، وفي هذه الحاله هيلعب بناصر ماهر في مركز صانع الالعاب، او التفكير الاخر اللي بيفكر فيه حسام حسن وده ممكن يبقى اقرب شويه، ان هو يبدا بمحمد صلاح في مركز صانع اللعب ويلعب باحمد سيد زيزو في مركز الجناح الايمن. ليه بيفكر كده؟ لان هو الدوري الانجليزي طبعا زي ما انت عارف خلصان بقاله فتره، ومحمد صلاح بقاله فتره ما بيلعبش مباريات، حتى وان كان بياخد تدريبات استشفائيه او في الجيم مع منه لنفسه يعني، لكن الاحتكاك بتاع المباريات في المركز الجناح الايمن، وانت عارف ان هو بيتطلب سرعات عاليه جدا، وده ما يميز صلاح. فهو كابتن حسام عنده بعض التخوفات من ان صلاح يتعرض لاي اصابه او اي شده او اي حاجه، بس صلاح هيبدا عن المباراه، لكن صلاح هيبدا اساسي بنسبه 100% ان شاء الله باذن الله. الزميل العزيز محمد زاهر الناقد الرياضي بالشروق، بشكرك شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات، واعتقد كانت اطلاله مهمه جدا ودخلنا في تفاصيل مهمه جدا في تشكيل منتخبنا، وابتدينا كده نعيش جمهورنا في اجواء منتخب مصر. احنا مهم جدا الساعات اللي جايه نركز كتير مع منتخبنا، ماتشين مهمين جدا في تصفيات كاس العالم، حلم المنتخب بالتاهل لكاس العالم في الولايات المتحده الامريكيه حلم مهم جدا، وكلنا اكيد في ظهر منتخبنا عشان نشوف انجازات من جديد بتتحقق على مستوى الدولي للكره المصريه مع منتخب وطني، اكيد في مرحله جديده مع جهاز فني جديد عنده طموحات كبيره زي طموحات الكابتن حسام حسن في اول مره يتولى فيها تدريب المنتخب منذ اعتزاله الدولي قبل حوالي ما يقرب من 16-17 سنه. نخرج الى فاصل ثم نواصل.
اهلا بحضراتكم من جديد، والجزء الاخير من برنامج الترند واللي هنشوف فيه اخر اخبار الترند المنتشره على السوشيال ميديا بخصوص اخبار الاهلي. البدايه من حساب الوطن سبورت واللي خد خبر نقلا عن صحيفه تايمز الانجليزيه. يمكن الصحف البريطانيه في الايام الاخيره بتتكلم كتير على مونديال الانديه في الولايات المتحده الامريكيه، وسبق قلت لحضراتكم اول امس يوم السبت ان كان في اجتماع لرابطه الانديه الاوروبيه، ورابطه الانديه الاوروبيه وجهت الدعوه للفيفا لحضور هذا الاجتماع على هامش مباراه فاينل دوري ابطال اوروبا اللي فاز بيها ريال مدريد على حساب بروسيا دورتموند الالماني. في الاجتماع ده كان في توافق ما بين الفيفا ورابطه الانديه الاوروبيه بحيث ان يكون في تعاون وثيق وشراكه جيده من اجل تنظيم جيد لمونديال الانديه في الولايات المتحده الامريكيه 2025. والبطوله بتواجه تحديات كبيره جدا تحديدا من القاره الاوروبيه، سواء من الانديه او من الاتحادات او حتى من رابطه الانديه الاوروبيه. ليه؟ قصه ان مونديال الانديه يتلعب بعد موسم طويل وشاق في الدوريات الاوروبيه بتبقى فيها جهد كبير جدا على اللعيبه، وكمان مطلوب ان بعد هذا الجهد الكبير يكون في فتره راحه سلبيه، فكل التفاصيل دي بتؤثر على انطلاق الدوريات الاوروبيه. فكان في كلام ان البطوله ما تتلعبش، ولكن الفيفا قدر يقنع الناس في اوروبا والمسؤولين في اوروبا ان البطوله تتلعب. دلوقتي الصحف البريطانيه بعد هذا الموضوع ابتدت تتكلم على موضوع اخر متعلق بالجوائز ومتعلق بميعاد القرعه. هنا كنت اكدت لحضراتكم باخبار مؤكده من مصادر رسميه في الفيفا بنتعامل معاها بقالنا اكتر من 3 4 سنين، والحمد لله بتبقى اخبارهم قريبه جدا من الكواليس والتفاصيل وبتعلن فيما بعد. جائزة البطولة مش هتزيد وانت بتشارك لسه في أول مباراة على 9 مليون دولار، وممكن يكون الرقم أقل من كده شوية، والأرقام مش هتبقى مختلفة عن الأرقام اللي تم منحها من الفيفا للمنتخبات المشاركة في آخر نسخة كأس عالم في قطر اللي اتلعبت في ديسمبر 2022. طيب ميعاد القرعة، احنا دلوقتي بنتكلم على تأكد تأهل 28 نادي، في حوالي 4 أو 5 أندية لسه ما تأكدش مين هيكون موجود، منهم كمان الفريق المستضيف بطل الدوري الامريكي اللي لسه فيه تصفيات بتتلعب ما بين ولايات الغرب وولايات الشرق. انتوا عارفين الدوري الامريكي مش دوري مجمع، لا، في دوري بيتلعب بنظام المجموعتين، غرب الولايات المتحده الامريكيه في دوري وشرق الولايات المتحده الامريكيه في دوري اخر، وبعد كده في تصفيه ما بين الفرق المتاهله في الصداره. المعلومات اللي كانت عندي ان على اول شهر 7 هيكون في تحديد لميعاد القرعه، ولكن النهارده الوطن نقل خبر من التايمز البريطانيه بيتكلموا فيه ان القرعه هتتعمل في يناير المقبل، أي قبل انطلاق البطولة بحوالي 6 شهور. عموما هنشوف في الساعات اللي جاية إيه اللي هيحصل في هذا الملف اللي على فكرة عامل ارتباك لكل الاتحادات القارية، مش عارف هيعمل إيه في شكل المنافسات القارية الفترة الجاية نتيجة بطولتين انتر كونتيننتال فيفا 2024 ومونديال الأندية 2025. طيب حساب يلا كورة نقل تصريحات للمدير الرياضي لنادي سوتشي الروسي، واللي اتكلم فيها أندريا أورلوف المدير الرياضي لنادي سوتشي الروسي في تصريحات خاصة، قال فيها: لم نتلقى أي عروض من الأهلي لضم يحيى عطية الله لاعب الوداد السابق على فكرة، وقال: لم يتواصل معنا أي شخص، لدينا النية لبيع اللاعب هذا الصيف، لكن حتى الآن الأهلي لم يقدم لنا عرضا. وأنا بأكد لحضراتكم الكلام المنتشر في السوشيال ميديا وفي البرامج وفي المواقع عن تعاقدات بتتم مع لعيبة أجانب ومع لعيبة في الدوري المصري عشان الموسم الجديد كلها اجتهادات شخصية، في أفكار وفي أسماء مرشحة، ولكن إنك تكون دخلت خلاص بشكل رسمي وبتتفاوض الخطوة دي لسه ما تمتش. وقلت لحضراتكم التوقيت ده هتسمعوا أسماء كتيرة، ولكن وقت المرحلة اللي الأهلي هينهي فيها تعاقد بشكل رسمي ويعلنه هتلاقي اسم آخر ممكن يكون بعيد تماما عن الأسماء المطروحة في السوشيال. يحيى عطية الله اسم مطروح من السنة اللي فاتت وأنا بنفيه من السنة اللي فاتت، ولكن هتلاقي اسم بيتكرر زي مدافع سوري، أنا فاكر قعدنا 3 سنين كل شوية يتقال اسمه إن هيكون أحمد الصالح، أعتقد يعني هيكون في النادي الأهلي، وفي الآخر لا هو انضم للأهلي ولا حصل اتفاق معاه ولا حصل أي يعني تعاقد معاه زي ما بيتقال في الصحف أو المواقع. كرة بلس بيقولوا بناء على طلب كولر الأهلي يبدأ التحرك لحسم 3 صفقات صيفية. طب هنا الكلام على 3 صفقات صيفية، منهم البوركيني محمد كوناتي مهاجم نادي أحمد جروزني الروسي، وده اتحط في خيار أول لدعم خط الهجوم، ده أول اسم، وحسب معلوماتي إن الموضوع أصلا يعني ما تمش بشكل رسمي،
وحسب معلوماتي ان الموضوع فيه تفاصيل كتيره، وحسب معلوماتي ان اللي بيتكتب اصلا على صفقه هذا اللاعب بنسبه 99% كلها غلط. حتى وكيله لما طلع اتكلم قال حتى تفاصيل غير اللي منشوره ومنتشره في السوشيال ميديا. بجانب المهاجم البوركيني مدافع جزائري لاعب اتحاد العاصمه زين الدين بالعيد، اسمه بيتردد من وقت ما كان الاهلي والزمالك وقتها بيلعبوا دوري ابطال والكونفدراليه، وكان لسه اتحاد العاصمه بيلعب ماتشات الكونفدراليه، ولكن برضه موقف تدعيم خط الدفاع حتى الان لسه ما فيش حاجه رسميه، ولسه ما فيش اي تفاوض حتى مع نادي الجزائري. ففي تفاصيل كتيره منشوره في السوشيال ميديا بعيده تماما عن الواقع والحقيقه، لان الفتره الجايه الاهلي عنده 9 مباريات في اقل من شهر، من 14/6 ل 12/7، 9 مباريات مهمه جدا. لسه هيبقى في اجتماعات مع مارسيل كولر، في اجتماعات مع لجنه التخطيط، في اجتماعات مع الكابتن محمود الخطيب. بعد هذه الاجتماعات هنبدا نشوف ايه الاسماء اللي ممكن تجي لها عروض رسميه وتمشي. هل في عرض رسمي لجيل عبد المنعم؟ لا، مفيش عرض رسمي. هل انت حسمت ان عبد المنعم خلاص ماشي؟ لا. فالكلام هيبقى كتير قوي، والنفي هيبقى كتير، والاسماء المطروحه كتير، ولكن وقت ما بيتم التعاقد مع لاعب او الاعلان عن صفقه بنسبه 60-70% بتلاقي اسم كده جه من بره عكس الاسماء المنتشره. واضرب مثال وباكد تاني، اسم وسام ابو علي زي ما اتقال قبل كده ما كانش اسم مطروح، ولكن في التوقيت اللي الاهلي كان بينهي فيه صفقه بشكل رسمي وقتها طلع اسم وسام ابو علي، والاهلي ساعتها بيخلص معاه بشكل رسمي. لكن على مدار 6 شهور كل الاسماء اللي اتطرحت في السوشيال ميديا ما حصلش معاها اي حاجه بشكل رسمي. طيب نروح كمان لكره بلس، وبيتكلموا على ان النهارده في تدريب اليوم كولر يقرر تصعيد عدد من الناشئين للمشاركه في تدريبات الفريق الاول، في ظل غياب طبعا عدد كبير جدا من الدوليين. كره بلس والد محمد النني بيتكلم على ان بعد انتهاء عقد النني مع ارسنال بيقول انديه كثيره تفاوض نجلي، ولو تلقينا عرضا من الاهلي سنفضله على الدوري الانجليزي. معلوماتي ان النني مستقر على الاستمرار في اوروبا في تفاصيل كثيره، سواء هو بيلعب او حتى بعد الاعتزال. الوطن سبورت بيقول ان قرار عاجل من كولر في الاهلي بشان بيرسي تاو. تعالوا نشوف ايه هو القرار العاجل. الوطن سبورت علم ان مارسيل كولر طلب تجديد عقد بيرسي تاو واستمراره مع الفريق ورفض رحيله في نهايه الموسم الجاري، وانا معلوماتي ان عقد بيرسي تاو مستمر للموسم المقبل مش الموسم الجاري. يعني الكلام ان عقد بيرسي تاو هينتهي الموسم الجاري ده كلام غير صحيح على فكره. عقد بيرسي تاو لسه فيه كمان سنه يعني بخلاف الموسم اللي احنا فيه. وهل بيرسي تاو تلقى عروض رسميه؟ لا. كل الاخبار المنتشره في جنوب افريقيا وتحديدا من وكاله اس اي بي سي بتتكلم على ان في رغبه من نادي كايزر تشيفز لو تعاقد مع بيتسو موسيماني ممكن يكون في اولويات التعاقد مع اللاعبين هيكون بيرسي تاو، ولكن دي افكار وطموحات بتتكتب في الوكالات الجنوب افريقيه، ولكن على ارض الواقع مفيش حاجه منها رسميه. نروح بسرعه كمان في ترند الاهلي ونشوف اليوم السابع بيقولوا عمر كمال يقترب من خلافه معلول في قياده الجبهه اليسرى للاهلي بالدوري. لسه في 10 تدريبات في الفتره اللي جايه فمش موضوع مؤكد. ملعب القاهره 24 وزاره الرياضه سنتقدم بطلب لاستضافه السوبر الافريقي على استاد العاصمه الاداريه. لسه بدري على الكلام ده، والكف في النهايه العرض المالي الاكبر هو اللي على اساسه هيتم الموافقه عليه لاسناد تنظيم لقاء السوبر ليه، مش فكره اللائحه وبطل دوري الابطال. العرض المالي الاكبر، الكف عايز فلوس، فالامر بعيد تماما عن اللائحه. خبر في الجول، الاهلي وصل لمفاوضات متقدمه مع الدحيل القطري لضم يوسف ايمن بشكل نهائي. هنعرف الكلام ده قريب جدا لما يكون بشكل رسمي. في اتحاد الكوره عايز بس اقول على حاجه، ملعب القاهره 24 محمد صلاح اول ما وصل للمعسكر المنتخب وزع القمصان على زملائه. اول واحد خد القميص وتصور بيه ونام بيه كان احمد اوفا لاعب انبي، وصورته هي مع صلاح لما صلاح اداله قميص ليفربول وعليه اسم محمد صلاح. طيب في خبر مهم جدا، احمد فتوح تم استبعاده من معسكر المنتخب. طيب ادي الخبر معانا اهو على الشاشه، ولسه من شويه كنا بنتكلم مع زميلنا محمد زاهر على مساله مركز الظهير الايسر. وطيب خضع احمد فتوح لاعب منتخب مصر لاشاعات تحت اشراف محمد ابو العلا طبيب المنتخب، وتاكد تعرضه لاصابه بالكاحل، وبالتالي هذه الاصابه هيبقى في صعوبه ان يلحق مباراتي بوركينا وغينيا بيساو. كابتن حسام حرص هو والكابتن ابراهيم على الاطمئنان على فتوح، متمنيين ليه التوفيق للاعب في الفتره المقبله والتاكيد على انه احد الركائز الاساسيه. طيب دلوقتي فتوح خرج من المعسكر ومحمد حمدي موقوف، مين اللي هيلعب؟ هل هناك فرصة لضم لاعب جديد؟
هل ممكن احمد نبيل كوكا؟ هل ممكن احمد رمضان بيكهام؟ الجزء ده كنت بتناقش فيه مفيش من دقايق مع زميلنا محمد زاهر، ولكن انا باكد لكم محمد حمدي موقوف. هل كان الافضل لجهاز المنتخب يضم عنصر جديد؟ ده هنشوفه في الساعات اللي جايه. ناخد المشاركات سريعا على السؤال اللي طرحناه في بدايه الحلقه، وهي فكره مشوار منتخبنا في التصفيات سهل ولا صعب؟ محمود بيقول لو فشلنا في الصعود يبقى بايدينا للاسف، اسهل تصفيات مع اسهل مجموعه، لا ينقصنا سوى الالتزام والانضباط والجديه من كل المنظومه، ويا ريت يتعلموا من الاهلي وما يتكسفوش. يعني هو عايز يوصل رساله ان الناس تلعب بجديه حتى لو التصفيات فيها منتخبات مش قويه، لازم الناس تشتغل عليها بشكل قوي حتى لو فيها غينيا بيساو وجيبوتي وبوركينا فاسو، مهم جدا الصداره لان خلاص 9 منتخبات على الاقل في كاس العالم اللي جاي. في الختام بشكر حضراتكم على حسن المتابعه والمشاهده، وغدا لقاء جديد في برنامج الترند. شكرا والى اللقاء.